السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر أمجد يوسف من قناة مستر أمجد يوسف التعليمية، وفيديو جديد من فيديوهاتنا التعليمية. فيديو النهاردة هو أول الترم الثاني لكل طلابي وكل أبطال سنة رابعة ابتدائي. هنشرح مع بعض منهج كونكت 4 للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني. هنشرح فيه النهاردة إيه بالظبط؟ أول حاجة هناخد يونت 7 الوحدة السابعة بداية الترم الثاني، وهنتعرف على حاجة اسمها كلال CLIL. بعض أولياء الأمور بيسألوني، هو يا مستر أمجد منهج سنة رابعة صعب كده ليه؟ مش فاهمين منه حاجة. السبب هو الكلمة دي، كلمة كلال اللي موجودة في كتاب المدرسة وفي كل الكتب الخارجية، هي دي اللي مخلية العملية صعبة. طب هنعرف معناها إيه؟ أو نفسر المنهج ده إزاي؟ تابعونا لغاية آخر الحلقة، وهناخد في الفيديو ده النهاردة Listen 1 و 2، وكمان أهم الفوكاب اللي هي الكلمات بتاعته، والجرامر اللي موجود فيه، وكمان دروس القراءة اللي موجودة فيه. أول وحدة يا أولادي عنوانها This is where I live، هذا حيثما أعيش، المكان ده اللي أنا بعيش فيه. يا ترى أنا بعيش في أي قارة من القارات ديت؟ وبالقرب من البحر ولا بعيد عن البحر؟ هل أنا بعيش في الماونتن في الجبال، ولا near the sea بالقرب من البحر، ولا village قرية، ولا arctic regions في المناطق القطبية الشمالية، ولا المناطق القطبية الجنوبية، ولا بعيش فين بالظبط؟ هنتعرف على المكان اللي أنا بعيش فيه على الخريطة، ونشوف إحنا بنعيش هنا في مصر والبيئات المختلفة اللي موجود هنا عندنا. وتعالوا يلا بينا على بركة الله نبدأ أول حاجة معانا، وتعريف كلمة كلال. مرحبا بيكم كل طلابي وأعزائي سنة رابعة ابتدائي. أولياء الأمور بتسألني كتير جدا جدا جدا، يا مستر أمجد المنهج ده صعب ليه؟ أقول لهم مش صعب ولا حاجة. المنهج ده لو أنت فهمت وضع المنهج ده عامله كده ليه، أو الفلسفة بتاعته معمولة كده ليه، خلاص الموضوع اتحل. كلمة كلال يا أولادي هو اختصار لكلمة Content Language Integrated Learning، يعني عملية التعلم القائمة على الدمج بين الكونتنت اللي هو المحتوى، وكمان عملية اللانجوج اللي هي اللغة. يعني احنا بناخد اللغة الإنجليزية في سنة رابعة ابتدائي ومنهج كونكت، من أول كونكت 1 لغاية كونكت 4، بناخده على هيئة جزئين أو متضمن حاجتين في المنهج ده، اللي هو الكونتنت اللي هو المحتوى، المحتوى المعرفي اللي الوزارة عاوزانا نعرفه، وكمان اللانجوج اللغة، اللغة اللي احنا كنا بناخدها. المناهج اللي فاتت كانت بتركز على اللغة أكتر، يعني القواعد أكتر، دروس القراءة ما كانتش كتير قوي، لكن المنهج ده بيركز على العكس، بيركز على دروس القراءة الكتير، بيركز على الكونتنت المحتوى اللي كل الطلاب لازم يعرفوه، وكمان عشان يبقى integrated skills أو دمج المهارات في التعليم والتعلم، هو ده الهدف من المنهج ده. عاوز الطالب يطلع يبقى عارف معرفة في كل حاجة، الكونتنت بتاعه يكون كويس جدا، أو المحتوى المعرفي يكون كويس بالإضافة للغة اللي عنده. ولذلك كلمة كلال موجودة في معظم الكتب الخارجية، وكمان موجودة في كتاب المدرسة في معظم دروس اللغة الإنجليزية، مكتوب كده كلال ماس، كلال ساينس، كلال سوشيال ستاديز، وهكذا. يعني دمج المحتوى المعرفي الموجود في الماس في الرياضيات، واللي موجود في الساينس العلوم، واللي موجود في السوشيال ستاديز، الى داخل اللغه الانجليزيه. عاوز الولد يقرا انجليزي، عاوز الولد يحب الانجليزي من خلال القراءه، يعوده على القراءه زي المعلومات الاسرائيليه اللي كانت بتيجي في اللغه العربيه مثلا، هو عاوز يطبقها في الانجليزي بالشكل ده. عاوز اولادنا كلهم يقراوا الانجليزي ويستخدموا اللغه في نفس الوقت. ده الهدف من منهج كونكت لمعظم المراحل الدراسيه من اول الصف الاول لغايه الصف الرابع الابتدائي. الوحده السابعه عنوانها This is where I live، هذا هو المكان حيثما اعيش او الذي اعيش فيه. This يعني هذا، where يعني اين، بس يا ولادي لما تيجي قرابه في وسط الجمله معناها حيثما، معناها حيثما. يعني انا، live يعني اعيش، يبقى هذا هو المكان حيثما اعيش فيه او اللي انا بعيش فيه. اهم الكلمات اللي موجوده عندنا في lesson 1 و 2
تعالوا كده نقراها، وعاوز كل اولادي يكرروا ورايا، لان انا جايب لكم اهم الكلمات الموجوده في lesson 1 and 2. وفي طبعا كلمات فرعيه هنتعرض لها ان شاء الله، ومش هنسيب ولا كلمه الا لما نترجمها ونعرف معناها ايه واستخداماتها ايه ان شاء الله واحنا بنقرا الدرس مع بعض. بس ديت اهم الكلمات اللي عاوز كل اولادي يحفظوها. تعالوا يلا كرروا ورايا. building building، والاي ان جي يا اولادي اول لما اشوف اي ان جي مش هنطق فيها جي، يبقى اقول building building يعني مبنى. building building. river river يعني نهر. forest forest يعني غابة. mountain mountain جبل. oasis oasis يعني واحة. وخلي بالكم يا اولاد ان كلمة oasis الجمع بتاعها oases oases، ديت معناها واحات، ده جمع شاذ. village village قرية. desert desert صحراء. city city مدينة، أو بعض الناس يقولها city city، التي بينطقوها ده يبقى city city. the Nile the Nile اللي هو النيل. the center of the earth the center of the earth زي يعني قلب. center اللي هو منتصف أو وسط. of يعني من. the يعني ال. earth يعني الكرة الأرضية أو التربة أو السطح بتاع الأرض. of بيتنطق of. the ممكن انطقها بطريقتين، لا اما اقول ذا لا اما ذي. قبل الحروف المتحركة هنطقها ذي ذي، يبقى ذا ايرث ولا ذي ايرث؟ لا ذي ايرث ذي ايرث. انيوت 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 اللي هو شعب الاسكيمو او الناس اللي بتسكن المنطقة القطبية الشمالية. بدوان بدوين اللي هم البدو. بدوين. تو كولد تو كولد يعني بارد جدا. تو دي يا ولادي معناها بدرجة كبيرة جدا، بتزداد عن الحد، ولما الحاجة تزداد عن حدها بتقلب ضدها. تو كولد يعني بارد جدا. تو هوت تو هوت يعني ساخن جدا أو حار جدا. too small too small يعني صغير بدرجة كبيرة جدا. too big too big يعني كبير بدرجة كبيرة جدا. difficult difficult يعني صعب. easy easy يعني سهل. temperate climate temperate climate temperate يعني معتدل. climate يعني المناخ، يبقى temperate climate يعني مناخ معتدل. temperate climate. fertile soil fertile soil وبعض الناس انتهى fertile 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 soil. صح الاثنين fertile وfertile معناها خصب. soil تربة. ففertile soil أو fertile soil معناها تربة خصبة تربة خصبة. environment environment مش هنطق فيها الـ O. environment اللي هي البيئة. adapt adapt اللي هو يتكيف أو يتأقلم. adapt. neighbors neighbors اللي هم الجيران. degrees celsius اللي هي درجة مئوية. دي كانت أهم الكلمات الموجودة في lesson 1 and 2. تعالوا يلا بينا نشوف أهم القواعد الموجودة عندنا في lesson 1 and 2.
أهم التعبيرات يا ولادي والقواعد الموجودة في الليسن 1 و 2 للدرس الأول والثاني هي كالتالي، أنا ملخصها لك إن شاء الله النهاردة في جمل. تعالوا كده نشوف الجمل ديت. أول جملة عندنا بتقول إيه؟ The Nile is the longest river in the world. يعني النيل يكون النهر الأطول في العالم. بص يا ولادي، إحنا خدنا قبل كده لما يقارن بين شخصين أو حيوانين أو بين حاجتين والصفة عندي كانت قصيرة، كنت بجيب للصفة ER أو أضيف لها ER وأجيب بعدها كلمة زان، زي ما أقول علي is taller than أحمد، علي يكون أطول من أحمد. لكن في حالة التفضيل العليا أو السوبرلاتيف اللي هي التفضيل العليا، يعني بفضل واحد على بقية زمايله، حيوان على بقية الحيوانات كلها، نهر على بقية الأنهار كلها، وكان عندي صفة قصيرة، كنت بعمل إيه؟ كنت هجيب كلمة ذا وأجيب الصفة اللي عندي وأضيف لها EST. يبقى هجيب كلمة ذا وأجيب الصفة اللي عندي وأضيف لها EST. ذا longest معناه الأطول. يبقى الصفة القصيرة في التفضيل العليا بجيب قبلها ذا وأضيف لها EST. إذن لو لقيت ذا وجاي لك صفة في الاختيارات هتختار الصفة اللي اخرها اي اس تي. طب ليه يا مستر امجد؟ لان دي اسمها تفضيل عليا، انا هنا بفضل النهر على بقية الانهار اللي في العالم كله، بدل ده تفضيل عليا وبفضل واحد على بقية زمايله كلهم، اذا هعمل ايه؟ هجيب ذا وبعد كده الصفة واضيف لها اي اس تي. يبقى ذا لونجست معناها الاطول. وخلي بالكم كمان ان الصفة بيجي قبلها از وام وار، الصفة بيجي قبلها is وam وar. وكمان يا ولادي أفعال الحواس بيجي بعدها صفة زي taste وsmell. taste يعني تذوق، smell يعني يشم، sound يبدو في صوته، looks يبدو في منظره، feels يبدو في ملمسه. إذن أفعال الحواس ممكن كمان يجي بعدها صفة، يبقى الصفة ممكن يجي قبلها إيه؟ is وam وar يا مستر أمجد was where. وكمان get و become معناهم يصبح. وكمان أفعال الحواس، تاني معلومة عندي النهاردة بتقول the Nile is about 6,670 kilometers long. يعني النيل يكون حوالي طوله 6,670 كيلومتر طول، يعني بالعرض كده يا ولادي. وفرقنا قبل كده بين long وطول، لونج اللي هو طويل بالعرض، لكن طول اللي هو طويل للاشياء او الاشجار او الاشخاص، ولكن بالشكل ده، لكن لونج بالشكل ده. فالريفر النهر بيمشي على الارض، اذا بالشكل ده يبقى اقول لونج بالطول. ثالث معلومه عندي بتقول that is like traveling to the center of the earth. يعني تلك يكون يشبه السفر الى مركز الارض. يعني لو تخيلنا يا ولادي ان الارض كده واحنا عايشين على سطح الكره الارضيه، النيل طوله طول بتاعه قد ايه؟ الطول بتاعه زي السفر لمركز الارض، لمنتصف الارض، لمنتصف الارض. يعني المسافه بتاع النيل طوله اللي هو 6,670 كيلومتر، طوله من اول اثيوبيا واوغندا لغايه عندنا في مصر هنا، الطول ده زي المسافه من سطح الارض اللي احنا بنعيش عليها وبنمشي عليها لباطن الارض. لو فحرت كده جوه ونزلت لباطن الارض هتوصل للمركز بتاع الارض في حوالي 6,670 كيلومتر في المسافه دي. وخلي بالكم يا ولادي ان كلمه لايك هنا معناها يبدو او يشبه، ولايك بيجي بعدها فعل في الاي ان جي، يبقى لايك ترافلينج، لايك ترافلينج، لايك بيجي بعدها فعل مضاف له اي ان جي، تو ذا سنتر اوف ذا ايرث، لمركز الارض. رابع معلومه عندي بتقول ذا نايل هاز تو برانشز ان ايجيبت. يعني النيل لديه فرعين ان ايجيبت في مصر، اللي هو فرع دمياط وفرع رشيد. والمعلومه دي مهمه جدا، بحيث لو جه لأولادي براراف عن النيل ممكن يكتبوا الجملة دي جميلة جدا، يقولوا The Nile has two branches in Egypt. يعني النيل لديه two branches يعني فرعين in Egypt في مصر.
طب اولادي اخترنا هاز ليه ما اخترناش هاف ليه؟ لان النايل ده نعوض عنه بات، ومع هي وشي وات بناخد هاز، مع هي وشي وات بناخد هاز ما ناخدش هاف. تو برانشز مع تو و3 و4 و5 الكلمه دي تيجي بعدها بضيف لها اس او اي اس او اي اي اس يبقى تو برانشز. برانش كان اخرها سي اتش ضفت لها اي اس. خامس معلومه عندي بتقول The Nile is home for different kinds of animals. يعني النيل يكون home هنا معناها mountain. Home معناها mountain. For different kinds لأنواع مختلفة of animals من الحيوانات. يبقى النيل ده mountain لأنواع كتير مختلفة من الحيوانات زي ما ناخد بعد شوية الطيور بتعيش هناك، بعض الطيور بتعيش على نهر النيل، الانيمالز بعض الانيمالز بتعيش في نهر النيل، و some fish بعض الأسماك بتعيش في نهر النيل. سادس معلومة which of these rivers is the Nile؟ يعني أيا من هذه الأنهار يكون نهر النيل. لما أنا أخيرك يا ولادي بستخدم كلمة which. which أيهما أو أي بتيجي للاختياري، لتيجي لما أنا أخيرك بين حاجتين أو ثلاثة بستخدم كلمة which. ووتش كمان ممكن يجي بعدها اسم، اقول لك ويتش 1 ايهما او اي واحد، ويتش فيش اي سمكه، ويتش انيمال اي حيوان. طيب ويتش اوف ذيز ريفرز ايا من هذه الانهار، دي كلها على بعضها كلمه استفهام. از فعل مساعد، ذا نايل ده الفاعل بتاع الجمله، يبقى دي كلها كلمه استفهام. ويتش اوف ذيز ريفرز ايا من هذه الانهار، دي كلها على بعضها كلمه استفهام. إذ يكون ذا نايل نهر النيل، طبعا بيخيرك بين كذا نهر في كتاب المدرسة، فساعتها بتختار سورة نهر النيل. سابع معلومة بتقول How many countries does the Nile travel through؟ يعني كم عدد الدول الذي النيل يمر من خلالها أو يسافر خلالها؟ بص يا ولادي How many بيجي بعدها اسم جامعة، How many countries كم عدد الدول، How many boys How many girls أو كم عدد البنات كم عدد الأولاد، فهو مني بيجي بعدها اسم جمع وبتسأل عن العدد، يعني عاوز عدد في الإجابة، فهو مني عاوز عدد في الإجابة. هنعرف بعد شوية اللي هم 11 دولة النيل بيعد عليهم من أول إثيوبيا وأوغندا لغاية لما نوصل لإيجيبت هنا مصر. How many countries دي كم عدد الدول، دي كلمة استفهام. Does فعل مساعد، The Nile فاعل، بعد كده travel through يسافر من خلالها، ده مفعول به او الفعل الاساسي الاول، بعد كده مفعول به او تكمله الجمله. يبقى عاوز كل اولادي لما يجي لهم جمله في الترتيب يعرفوا خطوات تكوين السؤال. اول حاجه ببدا بيها كلمه الاستفهام هاو ماني، هاو ماني بيجي بعدها اسم جامع مستر املت، يبقى هاو ماني كونتريز. بعد كده بجيب الفعل المساعد اللي هو داز، بعد كده الفاعل اللي هو ذا نايل، بعد كده الفعل الاساسي اللي هو travel، بعد كده throw ده مفعول به او تكمله الجمله. يبقى تكوين السؤال بيكون كلمه استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل اساسي، مفعول به او تكمله الجمله. تامن حاجه في القواعد الموجوده عندنا والاستراكشرز والتركيبات، لما نقول the t-shirt is too small يعني التيشيرت ده too small صغير جدا او بدرجه كبيره جدا، I can't wear it انا لا استطيع ان ارتديه. تو يا ولادي لها معنيين في اللغة الإنجليزية. تو معناها أيضا لو جت في آخر الجملة، لما أقول لك I like ice cream too، أنا بحب الآيس كريم أيضا، تو ديت هتيجي في آخر الجملة قبلها كومة معناها أيضا، لكن تو لما يجي بعدها صفة معناها بدرجة كبيرة جدا. وخلي بالكوا إن تو ديت من حاجة اسمها محددات للصفات. يعني إيه محددات للصفات؟ يعني بتحدد شدة الصفة. شدة الصفة بتاعت تو بتبقى 100%. يعني ايه 100%؟ يعني لما اقول تو سمول يعني صغير بنسبة كبيرة جدا 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 لدرجة اللي انا ما اقدرش البسه. لما اقول تو هاي عالي جدا 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 لدرجة اللي انا ما اقدرش اوصل له. لما اقول تو لونج طويل جدا 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 وهكذا. فلما اقول هنا the t-shirt is too small يعني التيشيرت ده يكون صغير بدرجة كبيرة جدا، لذلك I can't wear it انا لا استطيع ان ارتديه.
اقول لك مثلا the shelf الرف is too high عالي جدا I can't reach it لا استطيع ان المسه او اصل اليه وهكذا يبقى اذا to ديت بستخدمها امتى بستخدمها لو الصفه دي عندي بدرجه كبيره جدا وزياده عن حدها مامتك مثلا عامله لك كوبايه لبن او كوبايه شاي الشاي لسه صباح حالا من البراد ينفع تشربه لا طبعا يا مستر امجد مش هقدر اشربه فساعتها تقول لسه حالا صباح the tea is too hot the tea is too hot يعني الشاي يكون سخن بدرجة كبيرة جدا I can't drink it لا أستطيع أن أشربه ما أقدرش أشربه ليه؟ لأن too hot سخن بدرجة كبيرة جدا إذا too لما يجي بعدها صفة بتدل على أن الصفة دي زايدة عن الحد كبيرة جدا 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 لدرجة أن أنا ما أقدرش أستحملها too small صغير جدا يعني ما أقدرش ألبسه صغير عليا too big كبير جدا ما اقدرش البسه برضو لانه كبير جدا عليا وهكذا فتو ديت تو هوت حر جدا ساخن جدا ما اقدرش استحمله تو كولد بارد جدا ما اقدرش استحمل البروده بتاعته وهكذا يا اولادي جزء القراءه يا اولادي في الدرس الاول والثاني بيتكلم عن حاجتين اول حاجه هو ذا نايل اللي هو النيل النيل ده يا اولادي موجود في افريقيا في قاره افريقيا اللي انتوا شايفينها ده باللون الجرين الاخضر دي قاره افريقيا النيل ده بيمر من 11 دوله من اول اثيوبيا واوغندا في الوسط هنا لغايه لما يوصل الى ايجيبت وتعالوا يلا بينا نشوف قصه النيل ده واخباره ايه ونعرف معلومات اكتر عنه واحنا بنقرا الكتاب سوا The Nile is home for different kinds of fish Birds and turtles يعني نهر النيل يكون موطن هوم هنا يا أولادي معناها موطن كلمة هوم معناها موطن موطن of fish, birds and turtles للأسماك والطيور والسلاحف وأنا لما يكون عندي جملة فيها ثلاث أسماء بعمل بين الأول والثاني كومة والثاني والثالث and ما اعملش and 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 لا بعمل بين الاول والتاني كومة والتاني والتالت and فنهر النيل يكون موطن لانواع مختلفة من السمك والطيور والسلاحف One of the planet's largest reptiles or reptiles the Nile crocodile lives in it يعني واحد من الزواحف الاكبر حجما على كوكبنا اللي هو نايل كروكودايل تمساح النيل lives in it يعيش فيه نايل كروكودايل اللي هو تمساح النيل نايل كروكودايل تمساح النيل نايل كروكودايل تمساح النيل lives in it بيعيش فيه طب lives ليه يا مستر امجد لان النايل كروكودايل ده مفرد ومعاهيه شو ات يا ولادي بضيف للفعل اس او اي اس او اي اي اس يبقى lives هنا معناها يعيش Can you guess how long the Nile crocodile is? هل تستطيع أن تخمن how long كم طول the Nile crocodile is يعني تمساح النيل اللي بيكون عليه إيه؟ هو تقريبا from 3 to 5 meters long هو طوله من حوالي من 3 ل 5 متر في الطول وقلنا قبل كده كمان معلومات عن نهر النيل The Nile has two branches in Egypt يعني النيل لديه فرعين في مصر The Nile is about 6,670 kilometers long يعني النيل بيكون طوله حوالي 6,670 كيلومتر في الطول وقلنا أهم جملة عندي The Nile is the longest river in the world يعني النيل يكون أطول نهر في العالم دي كلها معلومات جميلة جدا جدا ولازم أولادي كلهم يعرفوها تاني درس قراءة يا أولادي عندنا هو Why do we live where we do؟ إحنا بنعيش فين؟ بنعيش إزاي؟ هل يا ترى عندنا قدرة على التكيف في المناطق الأكثر صعوبة في العالم ولا لأ؟ يعني مثلا هل نقدر نتكيف على القطب الشمالي أو القطب الجنوبي ممكن نعيش فيه؟ تعالوا كده نقرأ الدرس ده بيتكلم عن إيه؟ Humans can live almost anywhere
But we often look for three things: climate, water, and soil. يعني البشر humans اللي هم البشر can live يستطيعوا أن يعيشوا almost تقريبا أو حوالي anywhere في أي مكان anywhere في أي مكان. But لكن في هنا لو سمحت يا أولادي أول لما تيجي كلمة but أو تسمعها تعرف إن الجملتين متناقضتين. الجملتين فيهم تناقض. We often نحن غالبا look for معناها يبحث عن. Look for معناها يبحث عن. أمال look after يعتني به. يبقى look for معناها يبحث عن. Look for يبحث عن. Three things بنبحث عن ثلاث أشياء. هم إيه يا مستر أمجد لما نيجي نعيش أو نختار المكان اللي إحنا نسكن فيه؟ إيه هم؟ أول حاجة climate. المناخ climate المناخ وكمان water الماء water الماء وكمان soil التربة and soil والتربة ده اللي بقول عليه لما يكون عندك ثلاث أسامي أو أربع أسامي بحط بين الأول والتاني كومة والتاني والتالت and يبقى لما نيجي نعيش بنختار على حسب الكلايمت المناخ والووتر الماء والسويل التربة أو الأرض اللي احنا ممكن نزرع فيها. People like a temperate climate. الناس تحب temperate climate اللي هو المناخ المعتدل. Temperate climate يعني مناخ معتدل. Somewhere في مكان ما that is not too hot and not too cold. Temperate climate يعني مناخ معتدل. Temperate climate مناخ معتدل يعني ايه مناخ معتدل؟ It is not too cold مش بارد جدا. It is not too hot مش ساخن جدا او حر جدا. اذا التمبرت ده اللي هو المعتدل اللي بين السخونية وبين البرودة. We need water to drink and to help our crops grow. نحن نحتاج للماء to drink لكي نشرب and to help our crops grow ولكي نساعد محاصيلنا ان تنمو. help يا اولادي عاوزكم تفتكروا كده help our crops grow. كلمه help يا اولادي معناها افتكروا كده المعلومه دي يساعد شخص ما ان يفعل شيء ما يساعد شخص ما ان يفعل شيء ما. فهل بيجي بعدها اسم وبعد كده فعل في المصدر. help our crops بيساعد محاصيلوننا grow ان تنمو. grow ده فعل في المصدر ده فعل في المصدر. اذا help بيجي بعدها اسم وبعد كده فعل في الانفينيتيف في المصدر. وكمان ممكن يجي مع help اسم او ضمير وبعد كده to وفعل في المصدر وبعد كده تو وفعل في المصدر او فعل في المصدر على طول زي ما عندنا دلوقتي. فهلب اور كروبس جرو هيجي لكم في الاختياري يقول لك هلب اور كروبس جروينج. لا طبعا يا مستر امجد جرو بس. طب ليه؟ لان هلب بيجي بعدها اسم وبعد كده فعل في المصدر بدون اضافات. وي نيد فيرتل سويل او فيرتايل سويل. فيرتل سويل اللي هي الارض الخصبه او التربه الخصبه. فيرتل سويل fertile soil أو fertile soil لها نطقين fertile soil أو fertile soil. we need نحن نحتاج fertile soil so لذلك the crops have lots of nutrients لذلك أو حتى the crops يعني المحاصيل have لديها lots of nutrients كثيرا من العناصر. التربة الخصبة دي يا أولادي لو لاحظنا نهر النيل جاي من عند أثيوبيا وأوغندا لما يجي يوصل لنا لغاية مصر بيمر على كذا دولة كل كذا دولة بيمر عليها بياخد العناصر اللي موجودة في التربة وهو جاي ويجيبها عندنا هنا. العناصر بقى اللي هي المغنيسيوم والكالسيوم والحديد وكل العناصر الغذائية اللي محتاجها النبات واكتر كمان بيجيبها وهو جاي على أي طمية على أي طمية. الطمية ده لما يجي الفلاح يزرع الأرض بتاعته وياخد المية بتاع النيل ويحطها على الأرض المية دي بتكون غنية بالعناصر. العناصر دي بمجرد ما تتحط على الأرض الفلاح خلاص
بتثبت في التربة بتاعته، بتبقى موجودة في التربة. يجي يزرع النبات، النبات ياخد العناصر ديت وينمو، وما شاء الله على النبات المزروع بجوار النيل بيكون غني جدا. ليه؟ لأن فيه عناصر كتير جدا بيتغذى عليها، بخلاف مثلا النبات الموجود في الصحراء مش كل العناصر بيلاقيها هناك. لكن احنا عندنا في النيل سبحان الله الحمد لله، ان احنا عندنا في النيل اللي هنا، النيل بتاعنا بيجيب لنا كل العناصر اللي محتاجها النبات. We need fertile soil. بنحتاج التربة الخصبة دي ليه؟ So the crops have lots of nutrients. حتى يكون لدى المحاصيل كثيرا من العناصر الغذائية. These three things often come together. هذه الثلاث أشياء غالبا، often غالبا، come together، تأتي سويا أو تأتي مع بعضها. يعني ال climate وال water and soil. في الغالب لو لقيت climate أو temperate climate، مناخ معتدل، هتلاقي فيه هناك مية water، وهتلاقي كمان فيه soil good soil أو fertile soil، تربة خصبة to grow plants، لكي نزرع النباتات. Places with water usually have fertile soil and a temperate climate. يعني الأماكن with water التي بها ماء، with هنا معناها الذي بها. Water ماء usually عادة have fertile soil، لديها تربة خصبة، and a temperate climate، ومناخ معتدل. As humans كبشر، we are very good at adapting. يعني نحن جيدين في التكيف. بص يا ولادي، very good at يعني جيد في. اعرفوا كده معلومة جميلة، ان good at بيجي بعدها فعل مضاف له ing، ولذلك جاي لك كلمة adapting، التكيف اخرها ايه؟ ing. ليه؟ لان good at و bad at بيجي بعدها فعل مضاف له ing. good at و bad at بيجي بعدها فعل مضاف له ايه؟ ing. اذا good at adapt ولا adapting يا مستر عمر؟ لا، adapting، جيد في التكيف، مش جيد في يتكيف. غلط، جيد في التكيف، يبقى adapting مش adapt. بس humans can learn to live in the most difficult environments on earth. يعني البشر يستطيعوا أن يتعلموا أن يعيشوا في the most difficult environments، يعني البيئات الأكثر صعوبة on earth، على كوكب الأرض. Inuit people. Inuit people دي يا ولادي يعني شعب الإسكيمو، الناس اللي عايشة في الإسكيمو اللي هي في المناطق القطبية الشمالية، دول اسمهم Inuit people. Inuit people كلمة مهمة. Inuit people يعني شعب الإسكيمو. مالهم دولت يا مستر أمجد؟ live in the Arctic regions، بيعيشوا في المناطق القطبية الشمالية. المنطقة القطبية الشمالية يا ولادي اسمها Arctic region. Arctic region. Arctic region. Arctic يعني متعلق بالقطب الشمالي، region اللي هي منطقة، region منطقة، يبقى Arctic region اللي هي المنطقة القطبية الشمالية. ده مين اللي بيعيش فيها؟ الـ Inuit people اللي هو شعب الإسكيمو. وحيثما temperatures درجة الحرارة can be around، يمكن أن تكون أو أن تصل إلى minus 40 degrees Celsius، يعني سالب 40 درجة مئوية تحت الصفر. يا ولادي انتوا عارفين يعني ايه؟ water boils at 100 degrees Celsius، يعني الماء بتغلي عند درجة حرارة 100 درجة مئوية. water freezes تتجمد at عند درجة حرارة كام؟ 0 degrees Celsius، يعني عند صفر درجة مئوية المية بتتجمد. هم عايشين تحت درجة التجمد ديت ب40 درجة تحت، سالب 40 درجة. A freezer is only around minus 18 degrees Celsius، يعني حتى الفريزر اللي عندنا في التلاجة ده، اللي في التلاجة الفريزر ده درجة حرارته كام؟ سالب 18 درجة مئوية. سالب 18 درجة مئوية، يعني تحت الصفر
ب 18 درجة. شعب الإسكيمو بيعيش تحت الصفر ب 40 درجة مئوية. ب 40 درجة مئوية، يعني درجة التجمد الكاملة هناك. العكس بقى بيدوين بيبول، الناس البدو يا ولادي. بيدوين بيبول، بيدوين بيبول اللي هم البدو. البدو دولت يا مستر امجد بيعيشوا ازاي؟ live in the desert، بيعيشوا في الصحراء. وحيثما the temperatures، درجات الحرارة، can be around، يمكن ان تكون حوالي 50 degrees celsius، 50 درجة مئوية. 50 درجة مئوية يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت عندك بوابة او بيت وفي بوابة حديد وساعة الظهرية جت تلمسها كده تلسعك، دي 50 درجة مئوية. زي دول الخليج كده، دول الخليج دي عمان والامارات والسعودية، الظهر عندهم هناك في عز الصيف تيجي تلمس كده اي بوابة هناك تلسعك من الحرارة، درجة حرارة عالية جدا بتوصل ل 50 درجة مئوية هناك في الصيف. في المناطق الصحراوية بتوصل درجة الحرارة ل 50 درجة مئوية، يعني درجة حرارة فظيعة من الحر. وخلي بالكم يا ولادي ان كلمة degrees celsius اختصارها بيكون عامل كده، الخمسة ده اللي فوق الخمسين الصغيرة ده اسمها degrees، اختصار لكلمة او short for، يعني اختصار لكلمة degrees يعني درجة. السي اختصار لكلمة celsius اللي هي سيليزية، يبقى 50 درجة سيليزية اسمها 50 degrees celsius، 50 degrees celsius يعني 50 درجة مئوية. وبكده نكون خلصنا lesson 1 and 2، الدرس الاولاني والثاني. ارجو من ابطال سنة رابعة ابتدائي انهم يكونوا استفادوا بالشرح الجميل بتاعنا ده، ولو عجبكم الشرح ده ما تنسوش اللايك والشير و الاشتراك في القناة لو ما كنتوش مشتركين. وهتوحشوني يا أحلى أولاد ويا أحلى بنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.